أخونا عن صفة قيام الليل وعدد ركعاته وعن الوتر. قيام الليل مرغب فيه، أو أفضل صلاة الناس لها قيام الليل، أفضل صلوات النوافل بعد الرواتب التي مع الفرائض. وليس لقيام الليل حد محدود، الإنسان يقوم ما تيسر له ويختم قيامه بالوتر، وإذا تحرى أن يقوم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة أو 13 ركعة ويرتل القراءة فيها وأيضا يطمئن فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، هذا أحسن. وإن زاد أو نقص فلا بأس بذلك، هذا راجع إلى رغبة الإنسان وإلى نشاط الإنسان. والمطلوب أن الإنسان لا يترك قيام الليل ولو قل، إذا كان له قيام من الليل يداوم عليه ولو قل فهو أفضل من الكثير الذي لا يداوم عليه، والمهم أن يختمه بالوتر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم قيامه بالوتر. وكل ما كان في ضيوف الليل وفي آخر الليل وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل فهو أفضل، وإذا صلى من أول الليل قبل أن ينام فأيضا لا بأس، يعتبر من صلاة الليل، ولكن كل ما كان متأخرا من الليل فهو أفضل خصوصا في ضيوف الليل وفي ثلث الليل الآخر. جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. هل من حديث عن الوتر كما قال أخونا؟ الوتر نعم سنة مؤكدة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركه حضرا ولا سفرا، وكان يداوم عليه، وصفته أن يختم تهجده من الليل بصلاة الوتر وركعة واحدة، مثلا إذا كان يصلي عشرا فإنه يوترها بركعة واحدة لتكون 11 ركعة، وإذا كان يصلي 12 ركعة فإنه يوترها بواحدة لتكون 13 ركعة، وإذا كان يصلي أربعا يختمها بركعة لتكون خمسا، إذا كان يصلي ستا يختمها بركعة لتكون سبعا، إذا كان يصلي ثمانيا يختمها بركعة لتكون تسعا، إذا كان يصلي ركعتين فقط فإنه يختمها بواحدة لتكون ثلاثا، ولو أوتر بركعة واحدة فقط ولم يصلي غيرها من الليل لكفى هذا وترا. فأقل الوتر ركعة واحدة وأعلاه 11 ركعة أو 13 ركعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.